بعد هذا رسالة وصلت إلى برنامج من إحدى الأخوات المستمعات. تقول المستمعة غين دال، أختنا لها جمع من الأسئلة، من بينها سؤال تقول فيه: إذا توفي شخص وأرادوا دفنه مع إنسان قريب له قد توفي قبله، فعندما يفتح ذلك القبر يقومون بتوزيع صدقة لذلك المتوفى من قبل ويسمونه الكاسة، فهل هذا حرام؟ ليس بحال أصل، هذا بدعة في ولاد العلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم ومحدثات الأمور، وقوله عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. والسنة أن يقبر وحده، لا يفتح القبر الأول، بل يصلى عرف وحده ويدفن الميت الجديد وحده، هذا هو السنة، كل ميت يكون وحده في الأمر المستقيم، إلا عند المرورة إذا كفى الموتى كثيرا شق على الناس كل واحد في قبر فلا بأس أن يجمع بين الاثنين وحدهما الضرورة وشدة الحاجة، وإلا في السنة أن يكون كل ميت في قبرنا الحية. هكذا كان الميت ظلم المسلمون يقبرون كل واحد وحده، لكن لما كانت وقعة أحد وكثر الموتى والناس فيهم جراحات ومشقة دفن النبي صلى الله عليه وسلم وسلم جميعا في قبر من اجل الحاج، والا في السنه ان يكون كل واحد في قبر مستقل، هذا هو السنه. نعم، جزاكم الله خيرا.